السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي اعمل اضراب للنفس وركس جوه الاوتوكاد. بقول له اتاش وببدأ اختار ملف ان دبليو سي. اقول له انا مثلا عندي عادي في عندي هنا فولدر نفس وركس، اكيد هنلاقي فيه ملفات كتيرة. وليكن مثلا الملف دوت، اقول له اوبن، بيبدأ يقول لي الباص اللي انت عايزه، ريلاتيف باص ولا فول باص ولا نو باص، والسكيل هقول له اوكي. اهو اتحمل موجود معايا اهوت. لو انا عملت سيلكت عليه بيبدأ يقول لي انت عايز الكولر فيدنج قد ايه، تفتح وتقفل براحتك، الشفافية قد ايه بالشكل دوت. اقدر اقول له انا عايز البرسبكتيف، طبعا الكلام ده هيبقى معناه اكتر لو احنا دخلنا كده، خدنا بعد 3D. دي مستشفى كنت شغال فيها. ممكن اقول له انا عايز ابدا اعمل 3D اوربت، تبدأ تلف حوالين المستشفى. تقدر تقول له 3D walk، أنا عايز أبدأ أتمشى في المعمل ده أهوت بالشكل دوت. تقدر تحدد المكان اللي أنت موجود فيه، وتقدر تاخد كل المعلومات اللي أنت محتاجها هتلاقيها موجودة هنا.